<applause> يا سانس ايه يا حبيبتي ده ايه الانبساط ده؟ ايه يا حبيبتي قصدك على الاغنيه اللي بغنيها يعني؟ اه لا ده كنت شغاله في الراديو فتلاقيها كانت معلقه في ودني او حاجه يا حبيبي غني براحتك وانبسط ونقرة ايه ده؟ دي جديده؟ اه جديده لسه جايبه النهارده ما شاء الله لحقتي تلقطيها بس غريبه قوي ما انا دايما بجيبهم لك عمرك ما لبستهم اه فعلا بس اصل دي ليها قصه مختلفه شويه النهارده وانا رايح لزياد وعمرو اصحابي يعني بتوع الجامعه انت عارفاهم اكيد شفت بنت غلبانه كده واقفه في الاشاره بتبيعهم يا حبيبتي صاحبت عليا قوي اشتريتها منها بقى قلت يعني لا بس حلوه قوي بقول لك ما تديها الموضه بقول لك جايبه من الشارع يعني الله اعلم بقى معموله من ايه ممكن يكون فيها فطريات جرثومات ميكروبات يعني غلط ايوه صح ده انا قريت الكلام ده في الفيسبوك بيقولوا الالوان دي بتجيب حاجه خطر ايوه بتبقى فيها والعياذ بالله مواد حافظه خليني بقى ارمي دي وبقى بجيب له انا واحده بقى حاجه اورجانيك كده ان شاء الله يعني ماشي, ماشي. طب يلا بقى عشان عامله لك اكل تحفه اكل دلوقتي لا متاخر قوي طب ما احنا على طول بناكل دلوقتي اه بس انا يعني قررت ان انا اعمل دايت بقى واظبط جسمي شويه ليه يا حبيبي وانت زي القمر اهو آه بدات احس ان انا بدا يطلع لي كرش صغنون كده وجنابه وبتاع ماشي بس انا كنت عامله لك البفتيك اللي انت بتحبه لا لا بفتيك ايه لا بفتيك ايه بس لا لا بس. ماشي بقول لك ايه هو انت عامله المفتكر اللي هو بيبقى رفيع ده اللي هو بيبقى في الصوص كده وبيدوب في البقر كده ده اه حلو ده بس انت مش عايش فاهم قصدي؟ طب بقول لك ايه انا كنت كده كده ناوي ابدا من بكره ايه رايك تعملي حتتين كده صغننين ومن بكره بقى نبدا دايت ماشي او بصي ما دام اخر يوم خليهم ثلاثه عشان يبقى اخر يوم خلاص هوا ماشي وحماري بطاطس أنا بس مش كتير ماشي ولو في بقى المحشي ورق العنب الصغير بتلفيه بالصوص جميل ده ماشي بالك والحلو بقى في رز بلبن؟ اه ولا نطلب؟ انت ازاي تعمليه كده؟ ازاي تروحي من غير ما تقولي لي اجي معاكي؟ والله العظيم الموضوع جه في دماغي فجأة الصبح وما رضيتش اصحيكي عشان عارفة انك بتصحي براحتك حتى فكرت اكلم زياد بس قلت مش كل يوم هدخله في موضوع جديد <applause> طب ايه يا ندى؟ هو مش نصيف المشهور دي معاكي ولا ايه؟ يعني انا هسيبك شغلك عشان تيجي معايا الجامعة ده موضوع بسيط مش مستاهل كل اللي انتوا بتعملوه ده لا مش مشوار بسيط مش بسيط حاجه زي دي لازم تقدري فيها مشاعري لازم تقدري احساسي انا ما صدقت ان انتي رجعت حضني طب المهم انتي يعني عملتي ايه هناك يعني حد قال لك حاجه لا خالص انا طلعت الشهاده بس وعديت على شؤون الطلبه سالت لو رامي راح قريب يطلع اي ورق من عندهم يمكن حد يعرف عنه حاجه بس قالوا لي لا طب كويس يعني مشوار ما جاش على الفاضي الحمد لله الجامعه ما اتغيرتش كتير بس الغريب ان محدش هناك افتكرني خالص حتى الدكاتره والمعيدين محدش فيهم فاكرني مع اني فاكرهم كلهم ما هو ده طبيعي يا ندى دي جامعه كبيره وبيخشها بالالاف كل يوم ودول سبع سنين فكر هيفتكروا مين ولا مين